لف يا جعفر، لف. ما هي الريس قدام عينك اهي اهبل انت. بلف والله يا ابو، بلف قدامك اهو، بس هي اللي مش عايزه تجيبها، هو اعمل ايه طيب؟ طول عمرك فاسل ومتنافع في حاجه، هموت من الحر يا غبي يا غبي. لف يلا يابا. يعني انا اللي قاعد في التكييف، ما انا غرقان زيك اهو. ما انت لما تلفها حلو يا غبي انت، هتطبق النظريه بتاعه فيثاغورس بتاعه ثالثه اعدادي اللي بتقول ان الهواء عندما يا لف بس يا عصام، لف يا حبيبي. يا رجاله مش هنشتغل ولا ايه؟ شغل يا عبود، شغل يا ابويا، بيفرفر قدامك من الحر يا عم، والكهرباء مقطوع. لا يا عم الناس، الكهرباء شغاله وقت الحلقه. شيل يا ابني المروحه دي وتعالوا يلا. طب وساكت ليه يا ابني من الصبح وسايبني مع الفاسل دي يا فرج الله؟ طب ايه، هندخل كده على طول على الناس من غير ما نقول لهم يلا بينا؟ لا طبعا يا حبيبي، ده يلا بينا ويلا بينا واحلى يلا بينا كمان. قوم يا فاسل انت، قوم. طب يلا بينا. افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام والابتسام. افرض ضريبة على ابراهيم علشان بيشبه اخوه حسام. افرض ضريبة على اللي دقنه طويلة جدا. وخد غرامة من الديوك ازاي بدون تصريح بتد. افرض ضريبة على اللي ميت من المرض لانه مش لاقي الدواء. وخد ضريبة من اللي ماشي وهو ساكت، ما هو ماشي يتنفس هوا. افرض ضريبة على السعادة، سميها تمن الانبساط. وخد اتاوة من اللي نايمين على البلاط. افرض ضريبة على الفقير لو كان بيتمنى انه يمشي جنب قصر. افرض ضريبة على اللي ينطق اسم مصر. افرض ضريبة على النجوم علشان بتطلع في السماء. افرض ضريبة على العيون، مش برضو احسن من العمى. كلمات كتبها شاعر مصري من كام سنة كده وكلنا تقريبا عارفينه، ومش عايز اذكر اسمه عشان المجرمين ما يفتكروهوش. بس ما كانش يعرف ان كلماته الساخرة دي هيجي لها يوم وتبقى واقع مرير. وهقول لكم ليه بعد شوية. طبعا المصريين ما زالوا بيعانوا في ربوع ام الدنيا من ازمة قطع الكهرباء، مع سكوت إعلام المجاري اللي كان عامل مناحة أيام الدكتور مرسي. الحلقة اللي فاتت عرضت لكم الفيديو ده لمرضعة إبليس وهي بتقول جملتها الشهيرة: تقيل عليك الشيلة؟ ما تشيلش. تقيل عليك يا دكتور مرسي الشيلة؟ ما تشيلش. تقيل عليك يا دكتور قنديل الشيلة؟ ما تشيلش. تقيل عليك وجماعة الإخوان الشيلة؟ بلاش. بس يا مؤمن، فالموضوع طلع واجعها جدا إن التاريخ ما زال شاهد ومحفوظ وموجود. والناس بقت محصراها بالفيديو بتاعها وبتقول لها: أنت قلتي كده أيام مرسي، ليه بلع لسانك دلوقتي وساكتة ومش بتقولي نفس الكلام على العسكر يا مدام مرضعة إبليس؟ فكان الرد اللذيذ التالي: عرفتوا بقى ليه أنا مش بكرر جملة مش قد الشيلة ما تشيلهاش؟ الجملة دي أنا قلتها لمرسي في حادث قطار البدرشين، مش بكررها لأننا ببساطة قد الشيلة وأكتر، قد الشيلة وأكتر. الإخوان والجزيرة شغالين بقى على نفس الجملة: أنتي قلتي في البدرشين مش قد الشيلة يا مرسي، ما كررتيش الجملة دي تاني في حادث قطاري سوهاج. والحقيقة لا طبعا ما كررهاش تاني، إن الإرث الثقيل الذي ورثه هذا النظام والرئيس السيسي طبعا تحول في سنوات قليلة إلى دولة قوية، وأنا راضية حكمكم، حكم الناس كلها. بس كده بكل بساطة، احنا مش بنبص على المشكلة اللي هي قطع الكهرباء حضرتك، احنا بنبص على مين اللي عمل المشكلة. لو صاحبي وحبيبي وكفاءة يبقى اتس اوكي يا مان، وازمة وتعدي ونشيل بعضينا. انما لو حد مش بيدفع وصاحب القناة بقى متخانق معاه، يبقى مش قد الشيلة ما تشيلش يا بابا، ما تشيلش يا حبيبي. بسيطة خالص اهي، مش محتاجة حاجة يعني. يا مولاني يا مولانا، الناس بتموت من الحر وانت قاعد تتخانق مع لميث الحديدي، فليقل خيرا او ليصمت يا بابا. ما تصف لنا حل بدل ما انت عمال ور ورا بعضه كده. يا عم الناس، يا عم الناس، ما انا جبت لك كلام الراجل الطيب ده الحلقه اللي فاتت لما قال اللي عنده 10 لومض يطفي 3، واللي عنده تكييفين يطفي 1، وكفرت بيه انت وابنك وقلت لي شويه فشله ومش عارفين يديروا الدوله. فاكر انت ولا مش فاكر؟ ايوه فاكرين يا عبوده، بس احنا بنتكلم في دلوقتي، ايه الحل دلوقتي يا عم؟ مش من 10 سنين فات. طب يا شاق السميع العليم يا عصام، ان بعد العشر سنين دول تدور الدائرة ويطلعوا اللي انقلبوا عليه وحبسوه وقتلوه عشان فاشل يطلعوا يقولوا نفس الكلام هو وبيستخدموا نفس مصطلحاته وحلوله، اقسم بالله هي بدون اي تبديل. ولكنهم ناسين ان هم زرعوا الانانية وحب الذات في نفوس المصريين قبل ما يطلبوا منهم ان هم يضحوا عشان خاطر مصر. محدش خلاص بقى بياكل من الهري بتاع تحيا مصر ونستحمل عشانها ناكل من جوعنا ونشرب من عطاشنا ده.
شبعت من الجوع وشربت من العطش. ايه رايك يا سيدنا، الدراما دي واكله معاك ولا النادي على محمد؟ محمد عبد الثمين. طب وانت يا عصام، الكلمتين دول اكلوك وشربوك وجابولك شويه هوا في اليوم اللي ما يعلم بيه الا ربنا؟ والله يا عبوده الواحد كاتم في قلبه ساكت يا عم، مش احتراما ولكن عشان المخبرين اللي بقوا مرشقين في كل حته، عارف انت؟ عصام ايه ونيله ايه بس يا عم الناس؟ مبسوط انك بتزرع فيه الخوف وقله القيمه وقله الكرامه؟ طيب ايوه مبسوط يا مولاي، مبسوط انه قدام عيني وسايف ومطمن عليك. فين اخواتك انت دلوقتي قولي، وهم مالهم ذنب في اللي انت بتقوله غير انهم رهاين ومحدش يعرف امتى هيصوفوا الاسفلت تاني؟ عاوز نعمل زيك واضحي بيه عشان صعب اناني نايم في الفتي وكل اللي يهمه المصالح بتاعته بس؟ ده انت وريتهم الدم بعينيهم والبيوت اللي خربت ولا حد اتحرك ولا عمل حاجه. عاوز ناني اضحي بالواد اللي حيلتي عشان كلمه حق، وهم قاعدين وسط عيالهم يتفرجوا ويمصمصولي في سفايفهم؟ لا يا مولانه، لا يا مولانه، طالما كله خايفه على مصالحها وعيالها يبقى انا كمان لازم اخاف. اخاف يا اخويا وتخرب ما تعمل. ايوه تخرب ما تعمل، هو ده اللي احنا وصلنا له يا عم الناس، ولازم نبقى صريحين شويتين. فما تقوليش بقى تحيا مصر ونبني بلدنا والدراما الرخيصه. احترمك لما تقولي انك اناني وبتدور على مصلحتك انت ومصلحه عيالك، وده مش عيب على ما فكرة. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا دي على ميزان، عاوز عزه وكرامه وراس مرفوعه، هتاخد قصادها عيش وحريه وعداله اجتماعيه، ولو وطيت ورضيت بالدنيه هتاخد قصادها ذل واهانه وخوف من اي قطه معديه. لانك لو انت اناني فربنا هيبتليك باناني برضه، ومن امثالكم برضه يولع عليكم، والفرق في السرعات بس. عندك مثلا الاناني اللي ربنا ابتلاك بيه، واللي كان بيلبس من التوحيد والنور التيشيرت المخطط ابو 20 جنيه، تبارك الله بقى ملون وبنك قدام عينك اهو، بيلبس افخم الماركات، مراته كمان سابت طرح وعبايات الموسكي وبقى عندها مصممات تبارك الله. اي نعم ذوقها جايب على ستاير وبلتكنات شويتين، بس بقى عندها ستاير، بقى عندها مصممات وخلاص. وبنته تحولت من قطاع القماش اللي بالمتر وبنفاصل فيه الى الماز ومجوهرات المليارديرات. واخته اي نعم لسه مصممه على الياقه الكبيره اللي في الصورتين، بس برضه حضرتك لازم هتلاحظ كنا فين وبقينا فين. انت بقى فين ابنك وبنتك واختك ومراتك، وفين جيبك يا عم الحاج؟ النهارده طلعوا معزهم هم يعترفوا ان هم فاشل، وبيقول لك اي نعم عندنا ازمه واسعار غاليه وعندنا مشاكل، انما عندنا امن وامان، وما قالوش كده من فراغ او جدعانه منهم يعني، انما عشان بقى واضح خلاص وصراخ الناس بقى اعلى من اصواتهم. فبيهديك يعني وبيقول لك اننا حاسين بيك وكده، بس يعني ما تنساش برضو اننا حاسين بيك. اي نعم بس عاملين لك امن وامان، اوعى تنسى. فاكر من 9 سنين لما قال لك اصبروا عليا 6 شهور بس؟ فاكر 6 شهور عم الناس ولا مش فاكر؟ لا انت اللي فهمت غلط يا عبودي، ده كانت خالته حامل وبيقول اصبروا لحد ما تولد بعد 6 شهور، الواد كان ابن 6. طيب لما هي ولدت ليه قال اصبروا عليا 2 سنين وهتشوفوا العجب العجاب؟ كان يقصد بيها ايه؟ ما لما 6 شهور كان ولاده، يبقى 2 سنين فتره رضاعه طبيعيه عبوده، والطفل كبر دلوقتي وبقى زي الفل. 2 سنين مالهمش اي علاقه بالبلد عبوده، انت اللي فهمت غلط. قول لنا بقى ايه الحل عبوده في ام الحوار ده؟ الحل يا حبيبي في نفس الاقتراحات الغبيه بتاعت نقفل المحلات بدري عشان نوفر الكهرباء، الدخل بتاعهم يقل، ويزودوا الاسعار على الناس علشان يعوضوا ايجارات المحلات، ونضيق على الناس معيشتها اكتر ما هي ضيقه، نطفي اضواء الشوارع علشان نوفر اضاءه، فالحوادث تزيد والناس تتعطل ويبقى ما عملناش اي حاجه. فلما نكتشف نروح نلغي تلك القرارات من اول وجديد، فالكهرباء ترجع تتقطع تاني عشان الاحمال زادت تاني، ونرجع ندور على حلول تاني، فنقفل تاني المحلات ونطفي إضاءة الشوارع فالناس تصوت، فنرجع ندور على حلول تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب وإيه اللي هيستفادوا يا مولاني لما ده أصلا في الأساس ما هو حل بيعمل كده؟ لا حرق وقت يا عم الناس، حرق وقت وبنملى مع المزيكا، حاجة كده زي المؤتمر الاقتصادي اللي المفروض إن هو خلانا من كام سنة أغنى من أمريكا وبريطانيا وفرنسا مجتمعين، أو حتى قناة السويس الجديدة اللي المفروض إن هي كانت عدتنا خلاص من الفقر، ودخلينا هو على عيد ميلاد
زيادها الثامن الاسبوع الجاي ولسه حتى ما دفعناش ربع تكلفه حفرها. تحب اخش اجيب لك دسته البيجامات بتاعه المشاريع اللي احنا يا كنا مولانا يا مولانا انت بتقلب في القديم ليه دلوقتي؟ ما عندكش جديد؟ قول ما عنديش جديد واحنا هنتفرج بردك ونقف معاك ونعمل لك مشاهدات عادي يعني. لا يا عصومه عندي والله، بس بحب اربط الاحداث ببعضها واستدعي الذاكره اللي ماتت مع القلوب يا حبيبي. افرض ضريبه على النجوم علشان بتطلع في السماء. قصيده الشاعر اللي قلتها لكم من 8 دقايق فاكرين؟ المصريين بقى لما لقوا الكهرباء بتاعه الدوله رايحه في داهيه ومفيش امل فيها ففكروا في الالواح الشمسيه دي اللي بتولد كهرباء من الشمس بتاعه ربنا، فقالوا للدوله بس كده انت شكرا قوي لحد كده، واحنا بقى هنستورد الالواح دي من بره ونركبها فوق السطوح بتاعنا وناخد منها الكهرباء بتاعتنا اللي هتولدها من الشمس بتاعه الله سبحانه وتعالى، ومش عاوزين منك حاجه. راحوا العسكر قالوا لهم السلام عليكم، ايه انتوا مش فاكريننا ولا ايه؟ فالمصريين قالوا لهم ايوه طبعا فاكرينكم ولسه سايبينها لكم بغازها وبترولها خير، عاوزين قالوا لهم ايه بقى الالواح الجميله دي هتعملوا بيها ايه ان شاء الله؟ المصريين قالوا لهم فضلت خيركم دي الواح طاقه شمسيه احنا مستوردينها من بره. العسكر قالوا لهم طب وينفع تعدي على بابا كده من غير ما ناكل منها لقمه عيش برضه؟ افرض ضرايب يا ابني على الالواح دي ووقفها لي في الجمارك لحد ما يبان لها اصحاب. ومش بس كده، ده احنا كمان هنحط 6 شروط تروحوا تاخدوا فيهم الموافقه من عند مدام عفاف في الدور الرابع فاكرينها؟ وانتوا بقى عارفين مدام عفاف وشقاوتها. فالناس قالوا لهم ده كده تكلفه استيرادها هتزيد واحنا مش حمل الكلام ده. فالعسكر قالوا لهم طب ما تشتروا بقى مننا، اصل احنا لقينا السبوبه حلوه فعملنا مصنع الطاقه المتجدده التابع للهيئه العربيه للتصنيع بتاعه الجيش. اه والله العظيم انت متخيل؟ الا ان المصنع بعدها فشل ووقف زي حاجات كتير قوي فشلت ووقفت بس محدش بيتكلم عليها، وده طبعا لانهم ايه قد الشيله وزياده. فالناس قالوا لهم خلاص ماشي هنستوردها من بره وندفع لكم الجمارك وامرنا لله. راحوا العسكر جايين لهم تاني قالوا لهم السلام عليكم، فالناس قالوا لهم عاوزين ايه تاني؟ فالعسكر قالوا لهم مش معنى ان انتوا خدتوا الموافقات يبقى خلاص يعني. لا ده بعد ما تركبوا الالواح كمان فالكهرباء اللي طالعه من الالواح دي هنركب لكم عليها عدادات وهتدفعوا عليها. طبعا الكلام ده غير انه خلى الاهالي تزهد في الموضوع كله من اساسه، فخلى كمان المستثمرين اللي كانوا بيفكروا في النوع ده من المشاريع ان هم كمان يتفشوا، لان الشروط اللي حطوها للمستثمرين كانت اعلى واصعب من اللي عاوز يركب كام لوح كده وفوق سطح بيته. اي نعم في الاخر العسكر تراجعوا عن هذه الشروط الهبله والمكحفه، ولكن خلاص كان المستثمرين طفشوا وطاروا وانتهينا. وتخيل معايا حضرتك ان ده اعلان في دوله اوروبيه بيبعت للناس الرسائل اللي قدام عين حضرتك وبيقول لهم ان اللي بيفكر في طاقه من النوع ده فالبنك هيمول له الموضوع كاملا 100% وهيساعدهم في تخليصه اونلاين من تليفونه وهو قاعد في بيته، بيدفعوا قساطه على سنين طويله كمان زي ما هم عاوزين. الكلام اللي بقوله لك ده مش دلع للناس اللي في اوروبا والله، دي دوله حضرتك بتفكر وناس بتعمل دراسه جدوى واقتصاديين بيديروا، انما احنا بقى بعيد عنك بولينا حتى باللي عاوز ياخد ضريبه على شمس ربنا عشان ينطبق عليهم المثل الشهير بتاع اللي لا بيرحم ولا عاوز يسيب رحمه ربنا تنزل. عشان كمان نختم بكلمتين الشاعر في اول الحلقه ولكن باداء الفنان الشهير قبل ما يرجع في كلامه، وذلك بعد ما نقول وبس كده يا مؤمن وسلام عليكم. ومن ضريبة للي ماشي وهو ساكت، ما لو ماشي تنفس هوا، وفرد ضريبة على السعادة سميها تمن يمكن بالصار، وخد إتاوة من اللي نايمين البلاط، وعمل ضريبة على ميكون علشان بتطلع في السنة، وعمل ضريبة على العيون ما هي برضو أحسن من اللي هانت.